تعال نرجع تاني للنادي الزمالك وعنده مباراة مهمة جدا بعد بكرة مع شجرادة. شايف المباراة دي ازاي؟ النادي الزمالك طموحه خلاص ان هو يأكد انه فريق قوي جدا في المجموعة واقوى فرق المجموعة، متصدر ب6 نقاط، ما دخلش شباكه اي اهداف، احرز 5 اهداف. شايف ارقام ومعطيات نادي الزمالك قبل دخول المباراة دي، كابتن معتمد يتعامل ازاي مع فريق شجرادة؟ زي ما قلت لك، هو كابتن معتمد الفترة الأخيرة اشتغل على عامل نفسي، فالفريق الحمد لله وصل لمرحلة كويسة جدا، لمرحلة كويسة جدا إن هو الأداء حتى سلس في الملعب، وبتقدر تكسب بنتيجة كويسة وبأداء كمان كويس جدا وبسكور، فدي فرقة جدا مع الفرقة. مش هيختلف كتير على الماتش اللي فات، يعني بشوف إنه هيتعامل مع الماتش، مش هيختلف كتير على الماتش اللي فات، لأن الماتش ده يعني إن شاء الله بإذن الله لما تعمل نتيجة إيجابية فيه خلاص الموضوع انتهى، يعني الموضوع هيبقى بإذن الله صعدت بشكل كبير جدا، وهيصدر كمان للفرق التانية. لا ان الزمالك لا مختلف تماما، الماتشين الاخرين كمان هو مصدر ان الموضوع مختلف جدا في البطوله، وان انت لا داخل عشان تنافس على البطوله وعشان تاخدها كمان. هو طبيعي وينافس على البطوله الكونفدراليه، طبيعي ان احنا ناخدها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. فالاداء ده بيديك ثقه بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله تقدر تحرز البطوله. بس زي ما قلت لك احمد، ان احنا ان شاء الله مع فتح القيد في شهر 1، ولو احتاجنا صفقتين ثلاثه بنسبه كبيره ان شاء الله ناخد البطوله بنسبه كبيره جدا، يعني ان شاء الله. ان شاء الله شايف ان كمان المباريات نسبه كبيره منها كبيره بتتلعب على مصر، على ارض مصر هنا، يعني يمكن المباراتين بتوع سوار الجنيه هيتلعبوا هنا، عندك مباراه ابو سليم الليبي اتلعبت هنا، عندك مباراه لسجرادة هتتلعب هنا، فشايف انك عامل ارض الجمهور فارق جدا مع نادي الزمالك لحد دلوقتي. طبعا طبعا، والجمهور كمان جمهور ما شاء الله الفتره الاخيره داعم بشكل قوي جدا، وعامل استقرار كمان في الملعب، وبيطلع بيخلي اللعيبه تطلع اللي عندها كله، زي ما شفنا في ماتش بيراميدز، انت بتخسر وبترجع تتعادل وبتخسر وترجع تتعادل وبتخسر، لا الموضوع مختلف جدا، وجمهور الزمالك بالذات الفتره الاخيره ما شاء الله يعني بجد هو الرقم 1 في المنظومه كلها، وهو السبب الرئيسي ان الفرقه ماشيه بشكل كويس لحد دلوقتي يعني.